السلام عليكم ورحمة الله. أولا نشكر التلميذ مصعب على إرساله لهذا التمرين. والآن مع صحيح السؤال، المعطيات هي أنه من أجل أن ينتمي الآن لدينا ما يلي: لدينا يؤان معرفة بـ U05 و U1 يساوي 1، ثم يؤان زائد 2 يساوي 6، يؤان زائد 1 ناقص 5 يؤان، و VN معرفة بـ يؤان زائد 1 ناقص يؤان. واضح؟ السؤال الأول أحسب U2 و V0، U2 و V0، U اثنان استعمل علاقة ترجعية تساوي اي صفر زائد اثنان، واضح؟ لدينا ان زائد اثنان، يعني صفر زائد اثنان تساوي ستة في اي، نعوض ان بصفر، صفر زائد واحد ناقص خمسة، اي نعوض ان بصفر تساوي اي صفر زائد اثنان، يعني عفوا ستة في اي واحد ناقص خمسة في اي صفر تساوي ستة في اي واحد، اي واحد هي واحد، ستة في واحد ناقص خمسة في اي صفر هي خمسة تساوي ستة ناقص خمسة وعشرون، يعني تساوي ناقص تسعة عشر. واضح؟ في واحد كم تساوي في واحد؟ في واحد هي اي، في واحد هي اي واحد زائد واحد، يعني اي اثنان ناقص اي واحد تساوي اي اثنان، قمنا بحسابها ناقص تسعة عشر ناقص اي واحد وهي ناقص واحد، يعني تصبح ناقص عشرون. اذا قمنا بحساب اي الان فوجدنا ناقص تسعة عشر، وقمنا بحساب في واحد تساوي ناقص عشرون. واضح؟ تأكد من الحساب لانني قم بحساب بسرعة. السؤال الموالي بين ان في ان هندسيه، لكي نبين ان في ان هندسيه يجب فقط ان نحسب في ان زائد واحد بدلاله في ان، فنجد انها تساوي كي في ان بكل بساطه. اذا نقوم بحساب في ان زائد واحد فنجد انها تساوي كي في ان، او نقوم بحساب في ان زائد واحد على في ان فنجد كي، يعني بطريقتين. الطريقه الاولى استعمل هنا الطريقه الاولى، في ان زائد واحد تساوي اي، لدينا هنا ان يعني في ان زائد واحد، إذا وضعنا مكان ان، ان زائد واحد تصبح اي ان زائد واحد زائد واحد ناقص اي ان زائد واحد تساوي اي ان زائد اثنان ناقص اي ان زائد واحد تساوي اي ان زائد اثنان، لدينا في المعطيات تساوي ستة اي ان زائد واحد ناقص خمسة اي ان ناقص U N عفوا زائد واحد تساوي ناقص U N زائد واحد. U N زائد اثنان هي ما يلي عوضناها من خلال العلاقة، و U N ناقص واحد، U N زائد واحد تصبح كما هي، يعني لم أغير أي شيء في U N زائد واحد. إذا U N زائد اثنان قمنا بتعويضها، إذا سوف نقوم بحساب ما يلي: ستة U N زائد واحد ناقص U N زائد واحد، يعني خمسة U N ناقص خمسة يؤن، نعمل بخمسة تصبح يؤن زائد واحد ناقص يؤن، ويؤن زائد واحد ناقص يؤن هي ذئن، إذن تساوي خمسة ذئن. وبالتالي فإن ذئن هندسية أساسها خمسة. واضح؟ وحسب الحد الأول قلنا أن تنتمي إلى أن، يعني في أن معرفة من أجل أن أكبر أو يساوي صفر. إذا الحد الأول ليس في واحد وإنما في صفر، بما أنها متتالية هندسية تطبق عليها العلاقة التالية: في أن تساوي كي أس أن ناقص بي في بي. نطبق هذه العلاقة، نريد حساب في مثلا في واحد بدلالة في صفر تساوي كي هي خمسة الأساس، أس واحد ناقص صفر في صفر. واضح؟ إذن في واحد تساوي خمسة أس واحد، يعني خمسة في صفر. لدينا في واحد كم؟ ناقص عشرون، يعني ناقص عشرون تساوي خمسة في صفر. إذن في صفر تساوي ناقص عشرون على
تساوي ناقص 4. إذا في صفر ناقص 4. السؤال الموالي، وحسب المجموع التالي اس ان تساوي في صفر زائد في واحد زائد في اثنان زائد في ثلاثة زائد إلى آخره، لن نتوقف إلى أن نصل إلى في ان تساوي عفوا ان ناقص واحد. في التمرين لدينا ان ناقص واحد. إذا لحساب ما يلي لدينا في ان حسابية، إذا يمكن استعمال العلاقة التالية اس ان تساوي واحد ناقص كيوس ان ناقص بي زائد واحد على واحد ناقص كي في بي. واضح؟ إذا نطبق العلاقة التالية على ما يلي، ان هو أكبر حد و بي هو أصغر حد، إذا تصبح واحد ناقص الأساس هو خمسة، أس أكبر حد هو ان ناقص واحد، زائد عفوا ناقص بي هي الصفر، زائد واحد، هنا واحد ناقص كي وهو في في أول حد وهو صفر، إذا تصبح قمنا بإطباق العلاقة، واحد ناقص خمسة ان ناقص واحد زائد واحد يعني خمسة أس ان، واحد ناقص خمسة ناقص أربعة، في صفر هي ناقص أربعة. نختزل ناقص أربعة مع ناقص أربعة تصبح واحد ناقص خمسة أس ان. واضح؟ إذا قمنا بحساب أس ان فوجدنا أنها تساوي واحد ناقص خمسة أس ان. سؤال آخر، اكتب إي ان بدلالة ان. إذن بدلالة ان قمنا بحساب أس ان فوجدنا أنه واحد ناقص خمسة أس. واضح؟ إذن لحساب إذن ليست لدينا أي إمكانية كي نحسب إذن هنا. أين الإمكانية؟ سوف نجد إمكانية في السؤال السابق. في الغالب تكون أسئلة متسلسلة، إذن سوف نبحث عن الإمكانية في هذا السؤال. في هذا السؤال لدينا أس أن هي في صفر في واحد إلى آخره، وفي معروفة بدلالة أن. إذا نقوم بتعويض أس أن، في صفر نعوضها، في صفر هي أو صفر زائد واحد يعني أي واحد ناقص أو صفر، زائد في واحد هي في واحد هي أو واحد زائد واحد يعني أو اثنان ناقص أو واحد، زائد في اثنان هي أو ثلاثة ناقص أو اثنان، في ثلاثة هي أو أربعة ناقص أو ثلاثة، لن نتوقف، زائد إلى أن نصل مثلا إلى الحد الذي قبل أن زائد واحد هو مثلا في أن ناقص اثنان مثلا، أن ناقص ثلاثة، أن ناقص أربعة، أن ناقص، إذا لا يمكن أن نتمم كل الحدود فقط يعني بالتعامل، تساوي هنا زائد كم؟ في أن ناقص اثنان هي أو أن ناقص اثنان زائد واحد يعني أو أن ناقص اثنان زائد واحد يعني أو أن ناقص واحد، زائد أو أن ناقص اثنان، زائد بالنسبة لـ أو في أن ناقص واحد، في أن ناقص واحد هي أو أن ناقص واحد زائد واحد يعني أو أن ناقص أو أن ناقص ناقص واحد، تساوي. إذا قمنا بكتابة كل الحدود وهذا شيء غير ممكن أبدا، سوف نجد أن دائما إي واحد تختزل إي اثنان ناقص إي اثنان، إي ثلاثة ناقص إي ثلاثة، إذا أتممنا نجد إي أربعة ناقص إي أربعة إلى آخره، وأيضا هنا لدينا إي أن ناقص واحد زائد إي أن ناقص واحد، إي أن ناقص اثنان سوف نجد هنا العدد الذي يقوم بحذفها، إلى أن نصل إلى يعني إنهاء كل الأعداد، فقط يتبقى لدينا إي أن ناقص إي صفر. إذن تصبح العلاقة أي أن ناقص أي صفر، وأس أن معروفة هي واحد ناقص خمسة أس أن تساوي أي أن ناقص أي صفر، إذن أي أن تساوي أي صفر زائد واحد ناقص خمسة أس أن، وأي صفر هي خمسة زائد واحد ستة ناقص خمسة أس، إذن قمنا بحساب أي أن، ويمكن أن نبرهن عليها انطلاقا يعني البرهان بالتراجع، يمكن ان نبرهن على ان اس ان
تساوي ان ناقص اي زيرو انطلاقا من البرهان بالترجم، واضح؟ اذا قمنا بحساب اي زيرو ناقص اي زيرو تعطينا صفر، نعوض مثلا لكي نستعمل برهان بالترجم نتاكد من ان العباره صحيحه، يعني ان اس ان تساوي ان ناقص اي زيرو بالترجم، نبرهن عليها، نتاكد من ان اس زيرو تحقق المتساوي، اس زيرو كم تساوي هنا؟ اي زيرو ناقص اي زيرو يعني صفر، اذا قمنا بتعويض هنا واحد ناقص خمسة أو الصفر يعني هي واحد، واحد ناقص واحد صفر تعطينا صفر، إذا صحيحة من أجل أن نفترض أن أس أن تساوي أن ناقص صفر، ثم نبين أن أس أن زائد واحد تساوي أن زائد واحد ناقص صفر إلى آخره، إذا يمكن البرهان عليها بالترجم، لكن هنا الأمور واضحة جدا، واضحة جدا. شكرا على المتابعة، وإلى درس مقبل أو تمرين مقبل حولي.